فنانة قديرة من عيلة فنية كبيرة، بنت الأديب العظيم عبدالله الطوخي ووالدتها الكاتبة الكبيرة فتحية العسال. الفنانة صفاء الطوخي اتولدت في 22 أغسطس سنة 64، درست الفن والتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، اتخرجت منه سنة 94، بعدها اشتغلت في معهد الثقافة الجماهيرية. مسيرتها الفنية بدأتها بمسلسل الباحثة، وده جه بعد إقناع كبير لوالدها اللي كان خايف عليها من الوسط الفني، لكن ظهورها كان لامع جدا في الدراما، فطبعا كلنا فاكرين دورها في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي وغيره من المسلسلات زي ليالي الحلمية، الليل وآخره، أم كلثوم، وفارس بلا جواد. ده غير طبعا أدوارها السينمائية زي الكبار، المهاجر، أرض الخوف، جاءنا البيان التالي، بالإضافة لأعمالها المسرحية واللي من أهمها الليالي المخمورة. والدتها الكاتبة الراحلة فتحية العسال حكت لها كتير عن تجربتها في سجن النساء وعن تجارب السجينات، وده ساعدها في دورها في مسلسل سجن النساء. وبالرغم من ده والدتها توفت في فترة تصوير المسلسل وما لحقتش تشوف عرض المسلسل. الفنانة صفاء الطوخي قالت إن سبب نجاح دورها مع الفنانة سوسن بدر في مسلسل أبو العروسة إنهم في الحقيقة صحاب وأخوات، جمعتهم أعمال على المسرح واللي خلى يبقى فيه كيمياء حلوة ما بينهم. شاركت في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي وهي لسه في سنة تانية في المعهد، كانت مستغربة جدا الدور لما تعرض عليها لأنها كانت صغيرة عليه، لكنها أتقنته وتخنت جامد جدا علشان تقدر تصور الجزء التاني من المسلسل. وبالنسبة لعلاقتها بالفنانة القديرة عبلة كامل فهي لسه مستمرة، وقالت عنها هي ممثلة مش هيجي زيها كتير، وبالرغم من مرور أكتر من 20 سنة على المسلسل إلا إنه لسه محقق نجاح كبير لغاية دلوقتي.